بعد مرور أكثر من 10 أيام على انفجار بيروت ولا تزال العاصمة اللبنانية تلملم جراحها، لا شيء بقي كما هو. انقلبت حياة اللبنانيين رأساً على عقب، أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. رحلة البحث عن الحقيقة لا تزال مستمرة، تتعدد الروايات وتختلف التحليلات، إلا أن حقيقة واحدة تتردد على لسان اللبنانيين: الدولة اللبنانية قتلتنا ونحن في بيوتنا. في البداية تسرعوا فقالوا مفرقعات نارية، ورجح البعض فرضية اعتداء إسرائيلي، إلا أن الثابتة الوحيدة التي توصل المسؤولون إليها بأن أكثر من 2750 طن من نترات الأمونيوم انفجرت داخل العنبر رقم 12. بعض القوى السياسية رفضت الاستعانة بتحقيق دولي، وبدأ القضاء اللبناني الاستماع إلى مسؤولين وعدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين يقع مرفأ بيروت ضمن مسؤولياتهم لاستجوابهم، فيما سينضم فريق من محققي FBI إلى المحققين اللبنانيين والأجانب العاملين في موقع الانفجار في مرفأ بيروت. وكالة رويترز كشفت عن وجود وثائق يحذر فيها مسؤولون أمنيون لبنانيون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب من وجود خطر حقيقي بتخزين 2750 طنا من مادة الأمونيوم في مرفأ بيروت قبل 2 أسبوع من التفجير، ما يمثل خطرا أمنيا رب ما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد. آخر المعلومات تشير إلى أن الشحنة كانت مخصصة لصناعة متفجرات تمت مصادرتها وهي في طريقها من جورجيا إلى الموزمبيق منذ 7 سنوات، ومعلومات صحفية أشارت إلى أن قبطان الباخرة يقول أن شاري الشحنة تبين أنه شخصية وهمية. حتى الساعة لم تحدد هوية أي مسؤول، ولم يتم الإجابة عن السؤال الجوهري: لماذا تتواجد هذه الكميات في مرفأ بيروت؟ ولماذا بقيت 7 سنوات؟ ولماذا لم يتصرف الجيش اللبناني ويجد حلاً لمشكلة نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت؟ وهل هو حادث عرضي أم اعتداء إسرائيلي؟ أصابع الاتهام توجهت إلى حزب الله، كون المسؤول العام حسن نصر الله هدد سابقاً باستهداف إسرائيل بنفس الطريقة عبر تفجير مخزون النترات في ميناء حيفا. نصر الله أكد أن لا رواية لديه عن انفجار المرفأ، مؤكداً أنه في حال أثبت التحقيق اللبناني أن إسرائيل لها علاقة بالانفجار فإن الحزب لن يسكت. وأمام هذا الواقع، متى ستكشف الحقيقة؟ وهل سيحاسب المسؤولون؟ وماذا إذا أكد التحقيق بأن لحزب الله علاقة بالانفجار؟ فهل يحق للبنانيين ألا يسكتوا أيضاً؟